مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ولوحة شرف. كعادتنا دائما في برنامجنا نستضيف هامة من الهامات العلمية الجليلة في حياتنا العلمية والأكاديمية، نستعرض معا الخطوط العريضة لحياتهم العلمية والعملية. ومعنا ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور محمد فهمي طلبة، الأستاذ بكلية الحاسبات ونقيب العلميين. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. أهلا بك. دكتور محمد، حضرتك في غاية التواضع يعني اديتني جزئين فقط من التايتلز العديدة لحضرتك عشان أقدمك بيها، لكن أنا مش كعادتنا في برنامجنا بنرجع دايما للوراء. خلينا المرة دي نبدأ بالحياة العملية الحياتية الآنية. هنقول إيه يا دكتور؟ أنا أستاذ بكلية الحاسبات جامعة عين شمس وباحث ولي مجموعة من الطلبة والمدارس العلمية المختلفة وفي اتجاهات بحثية بتعبر عن الاتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسبات. الدور بتاعي الحقيقي هو منذ أن بدأت كلية الحاسبات وكانت هي الكلية الأولى مع بعض الكليات اللي بدأت في نفس التوقيت، ثلاث كليات أخرى، أن بنبتدي اتجاه جديد في المعارف وفي العلوم على مستوى التعليمي وعلى مستوى البحثي وعلى مستوى التواصل مع المجتمع بهدف نهضة المجتمع في النهاية. بدأت كليات الحاسبات والمعلومات في عام 1995، ورغم أنها كانت نشأة بسيطة إلا أنها انطلقت بسرعة كبيرة واستطاعت أن تجذب كليات الطلبة من مختلف الأقاليم في مصر، وخرجت الدفعة الأولى سنة 2000، وكان الإقبال الشديد على توظيف وتعيين خريجين كليات الحاسبات على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي بل وعلى المستوى العالمي. الحقيقة كان هذا الكلام ليس بالصدفة، إنما نظرا لاهتمام هذه الكلية منذ البداية بمستوى الخريج ومستوى تعليمه وإلمامه بالتوجهات العالمية وكل ما هو حديث ومستحدث في مجال تكنولوجيا المعلومات. اهتمينا اهتمام كبير جدا بالمستوى لهذا الطالب، واهتمينا ايضا بانه بما هو يدرس في الخارج وبما هو مطلوب في الاسواق المحلية والاسواق العالمية. على ضوء ما هو مطلوب في هذا تم إعداد الطالب، وإعداد الطالب بيتطلب معامل متميزة، إعداد الطالب بيتطلب مستوى جيد لأعضاء هيئة التدريس، إعداد الطالب بيستدعي أن نكون ملمين بما هو، لأن تكنولوجيا المعلومات ليست تكنولوجيا محلية إنما هي تكنولوجيا عالمية، ويجب أن نكون حريصين كل الحرص على أن نتواصل مع معدلات التقدم ومعدلات التطور في هذا الاتجاه. أنا يمكن بقول هذا، والنهاردة عندنا حوالي 17 كلية، ده في جامعات حكومية وغير الكليات المناظرة في الجامعات الخاصة، وهذه الكليات بتخرج خريجين مطلوبين بدرجة كبيرة
لسوق العمل. يمكن بعد ما انشأت الكلية وكنت أول عميد ليها، أنا حاليا رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات اللي بيضم كل عمداء كليات الحاسبات في جمهورية مصر العربية، والتابع للمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير هذا القطاع والنهضة بهذا القطاع، لأن نهضة هذا القطاع بيعني أن يكون عندي خريجين موائمين وبيتناسبهم بخبراتهم وإمكانياتهم مع الاتجاهات الصناعية المختلفة في المجال. اسمح لي دكتور محمد، وهل سوق العمل في مصر يستوعب الكوادر العلمية اللي بيتم تخرجها من كليات الحاسبات الآلية على مستوى مصر، ولا في لسه قصور في توظيف مثل هذه الكوادر؟ هو أنا عندي مؤشرات هنا. المؤشر الأول هي سرعة التعيين فور التخرج. طبعا ده برضو ما بيتمش بالصدفة، هناك تواصل مع مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي، وبيستتبع ذلك بعضها مؤسسات محلية عالمية اللي هي مالتي ناشونالز، ففي تواصل معها. فسرعة التوظيف ده مؤشر، مستوى الرواتب المرتفع ده مؤشر آخر. فهل سوق العمل يستطيع استيعابهم؟ تقديراتنا ان سوق العمل محتاج لمعدلات اكتر من هذا، بس بخبرات متميزة. برضو الاجابة على السؤال الخاص، هل مستوى الخريج بيناسب احتياجات هذا السوق بدرجة كبيرة وهناك توافق بدرجة كبيرة؟ دي الحقيقة في الشهر الماضي كان هناك ورشة عمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بكليات الحاسبات والمعلومات وممثلين للمؤسسات الصناعية المحلية والعالمية، وكان هناك حوار ماذا يريد المهني المحترف والمؤسسات الصناعية من خريج الحاسبات، وماذا يريد أساتذة كلية الحاسبات من القطاع الصناعي. وكانت ورشة معمولة في القرية الذكية وكان عليها إقبال كبير جدا، وحضرها الوزيرين، وزير التعليم العالي ووزير الاتصالات، وخرجنا من هذا اللقاء بتوصيات كبيرة وخطة عمل للتفعيل. التواصل دائما مع سوق العمل نقطة أساسية. اسمح لي دكتور محمد، احنا دايما بنعيب على الجامعات المصرية عدم التواصل ما بين التعليم النظري والتطبيق العملي بعد التخرج. فالنقطة اللي حضرتك ذكرتها هو اتجاه محمود، ويعني بيخرج بينا من طابع البرنامج قليلا، لان معظم الاساتذة الدكاترة اللي بنتواصل معاهم في لوحة شرف بيبقى دايما التركيز على الابحاث العلمية المؤتمرات، لكن الحلقة دي تعتبر حلقة فريدة لان في نوع من التكامل فيما بين البحث العلمي والجانب العملي داخل سوق العمل في المجتمع المصري. المؤشرات واضح انها ايجابية. سوق العمل المصري حضرتك بتقول انها ممكن تستوعب واكثر من ذلك، فاين القصور؟ انا هطرح بعض الاسئلة. هل احنا محتاجين زيادة القدرة الاستيعابية لكليات الحاسبات من ناحية استيعاب عدد أكبر من الطلبة؟ الإجابة نعم. هل إحنا محتاجين لزيادة أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال؟ الإجابة نعم. هل إحنا محتاجين لزيادة عدد الكليات في كل الجامعات المصرية؟ الإجابة نعم. فمما لا شك فيه انه هناك نوع من الـ 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 الاقبال الشديد على الطلبة في هذا المجال. انما انا بأحذر من شيء، هو من الغير جائز ان نزيد القدرة الاستيعابية دون ان يكون هناك موارد تستطيع انها لا تؤثر بالسلب على زيادة الاعداد.
لا نستطيع أن نزيد عدد الكليات دون أن يكون هناك بعض المشاكل المرتبطة بالموارد الخاصة برئيس وتوفر المعامل وتوفر الأبنية اللازمة وقاعات المحاضرات إلى ذلك. فعندما يكون هناك زيادة في الأعداد يجب أن يكون في المقابل زيادة في الموارد والتجهيزات حتى نستطيع أن نستمر ونحافظ على مستوى الخريج. ده بيلقي الضوء على اتجاه آخر مهم، ويمكن بصفتي نقيب للعلميين، وهناك عدد كبير من العلميين اللي بيتخرجوا من كليات العلوم وكليات الحاسبات والكليات المختلفة اللي بتخرج العلميين. هل دول مناسبين لسوق العمل؟ وهل ما تم تطبيقه وتجريبه في قطاع الحاسبات والمعلومات يمكن التوسع فيه؟ وأجد مثلا مدى موائمة الكيميائي لسوق العمل في المجال، مدى موائمة الجيولوجي لسوق العمل في المجال، مدى موائمة المتخصص في مجال الرياضيات والفيزياء لسوق العمل في المجال، إلى آخره من هذه الأمور. وأنا بعتبر أنه ما يتم في قطاع كليات الحاسبات والمعلومات سواء على مستوى رفع قدرة وخبرات الخريج أو التواصل مع سوق العمل أو التنمية الاتجاهات البحثية المختلفة في المجال، ده يعتبر نموذج مصغر يمكن أن يعمم في القطاعات المختلفة، يمكن أن يعمم في قطاع كليات العلوم بتخصصاتها الكثيرة والمتنوعة، يمكن أن يعمم في قطاعات أخرى مهنية موجودة في المجتمع. دكتور محمد فهمي طلبة، حضرتك دايما تواضعا بتخرج بينا، بتبتعد بينا عن شخصك الجليل وتتجه إلى الأبحاث العلمية والدور الرائد لحضرتك. واضح أن حضرتك تمتلك من المهارة العلمية والإدارية ما يساعدك على خوض العمل بصورة ناجحة. أكيد ده كان لي الجانب الأكاديمي والعلمي في البداية كان لي دور فيه، والجانب الخبرة العملية. فاسمح لي أنا أعود للوراء اهتماما بشخصك الجليل، ونبدأ بدايتنا الأولى عن تخرجنا في الكلية والتخصص وبداية حبك للمجال التخصص. أنا تخرجت من كلية العلوم بجامعة عين شمس في شعبة الفيزياء الخاصة، وأول ما تخرجت كان لحسن الحظ بتقتني جامعة عين شمس أول حاسب إلكتروني من خلال مشروع مع جامعة بيركلي، وكان مدير المشروع ممثل المشروع المصري المرحوم الأستاذ الدكتور فتحي البديوي، وكان ممثل المشروع الأمريكي حصل على جائزة نوبل اللي هو الدكتور لويس ألفاريز. واشتغل الفريق المصري وأنا كنت أحد أعضائه مع الفريق الأمريكي بهدف كان عظيم جدا، هو البحث في الهرم الثاني عن وجود غرفة موجودة داخل الهرم، ويمكن وكان استخدام هنا التكنولوجيا الحديثة في هذا الوقت والحاسبات في هذا الوقت، عن دور الأشعة الكونية نازلة علينا من كل جانب وبتسقط على جسم الهرم، ولو هناك أجهزة تسجيل موجودة في غرفة الدفن اللي هي تحت مستوى الأرض في الهرم الثاني، نستطيع عن طريق تحليل الأشعة الكونية التي اخترقت جسم الهرم ووصلت إلى غرفة الدفن إن احنا نشوف هل هناك فراغات ولا لا. بنشوفها ازاي؟ الجزئية اللي حيصل منها أشعة أكتر من الجزئية المجاورة يبقى في ثغرة موجودة في هذا المكان، ويمكن تحديد مكان الثغرة وممكن تحديد حجمها وما إلى ذلك. وبدأ هذا المشروع سنة 1967، وكان الفريق المصري البحثي المصري بيمتلك أول كمبيوتر وبيمتلك أول مجموعة من الأجهزة المتقدمة في هذا الوقت،
وللبحث في هذا المجال. وبعد سنتين انتهى المشروع إلى أنه الهرم الثاني هو هرم كتلة لا توجد بيها أي غرف فاضية في جسم الهرم كله. ويمكن لو كنا وجدنا غرفة كنا سنجد فيها من الكنوز ومن الأشياء المدفونة التي لم تمس، وكان هذا سيؤثر بالإيجاب تأثيرك. إنما هكذا كانت نهاية المشروع، هي نهاية إيجابية حاسمة على أنه جسم الهرم الثاني لا توجد به أي فراغات. إنما الآثار الإيجابية لهذا المشروع هو تخريج أجيال متخصصة في مجال علوم الفضاء، في مجال الأشعة الكونية، في مجال الحاسبات. وهناك عدد كبير من العلماء من هذه المدرسة عندما نتعامل ونتحاور مع مجموعة متقدمة علميا بيقودها شخص حائز على جائزة نوبل، وعندما يكون المجموعة المصرية بيقودها أحد العلماء الأجلاء، ممكن نتصور من خلال هذا التفاعل ممكن ينشأ جيل متميز في هذا المجال. وبدأ الجيل المصري بيقود أول خطوات ناحية استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها والبحث فيها وتدريسها. هل يا ترى المشروع ده كان ليه دور في رسالة الدكتوراه اللي حضرتك اتقدمت بيها في مجال الحسابات العلمية وعلوم الفضاء فيما بعد؟ كان ليها دور إيجابي، وكان هناك بعض الاتجاهات البحثية في هذا التي تبعت كانت تابعة من العمل في هذا المشروع، هي أحد نقاط البحثية اللي عملت فيها الدكتوراه. وسافرت إلى السويد في جامعة أوبسالا، وهي يمكن أقدم جامعة في أوروبا، وعملت مع المجموعة الباحثة هناك في مجال الحسابات العلمية وعلوم الفضاء. كنا بنستخدم هناك حاسبات من نوع مختلف أكثر قدرة وأكثر سرعة. وكان دورنا الإيجابي في هذا المجال يمكن استمر أثره لسنوات طويلة بعد إتمام بحث الدكتوراه، وكان يعني له تأثير في تواصل المجموعات البحثية العلمية، ليست مع مجموعة بيركلي فقط إنما مجموعة أوبسالا في السويد ومجموعات علمية أخرى. الحقيقة عندما يكون هناك أبحاث متقدمة ولها تأثير بيكون هناك سهولة في التواصل مع المجموعات البحثية العالمية المختلفة. هناك تواصل مع مجموعات بحثية عالمية في إيطاليا ومجموعات بحثية عالمية في اليابان إلى آخره من هذه الأمور. منذ عام 73 أو نعود قليلا إلى وراء 67، التطبيقات العملية للحسابات العلمية في مجال علوم الفضاء أو غيرها كان لها تطبيقات عديدة. أبرز ما تم تطبيقه عمليا في المجال البحثي إلى الآن، يعني إحنا دلوقتي في 2011، المشروع حضرتك ذكرت المشروع كيعني نوع كمشروع رائد، هل تم أي مشاريع رائدة أخرى في نفس المجال أو في مجالات تطبيقية أخرى بناء على مثل هذه الدراسة؟ هو كلمة scientific computing أو الحسابات العلمية هي جزء من علوم الحاسب اللي هي الكمبيوتر ساينس. والنهاردة لما اجي اتكلم على توجهات علمية عامة بتبقى لها نقاط بحثية كثيرة ولها تخصصات فرعية من كل تخصص من هذه التخصصات. لما اجي اتكلم مثلا على قضية تجسيم الافتراضي للكيانات، مثلا انا عندي مجموعة من الصور والتقطت من اتجاهات مختلفة، هل يمكن اجسم حسابيا هذا الكيان باستخدام طرق حسابية مختلفة؟ الاجابة نعم، وده بيعرف معروف باسم computer visualization، ما يسمى بال 3 dimensional computer visualization في ثلاثي الابعاد. طيب ده كله حسابات علمية. طب يستخدم في حاجات كتير قوي، يستخدم في الطب مثلا، النهاردة
كثير من الأطباء في مجال الأسنان مثلا يستطيع أن يجسم الـ 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 الأسنان ويعطيك فكرة ثلاثية الأبعاد على التركيب اللي هيعمله أو اللي عمله، والكلام ده باستخدام مثلا الساينتفك كومبيوتنج. هناك تطبيقات عديدة في هذا المجال. لما أجي أقول مثلا التعرف على الأشكال، أو إن أنا استخدام الآلية في تتبع الأجسام المتحركة في الفيديو مثلا، دي كلها آليات من علوم الحاسب والحسابات العلمية. النهاردة لما أجي يكون عندي مجموعة من الصور اللي تم تصويرها في مطار مثلا، أو تم تصويرها في شارع، وعايز أتعقب شخص معين في هذا، ده نوع من التتبع، وهذا التتبع ممكن بيتم آليا، ما بيتمش يدويا، ما بيجيش واحد كده يتفرج على ملايين الساعات من أو مئات الألوف من الساعات المسجلة عشان يتتبع، فممكن أن يتم هذا آليا. ده حسابات علمية، يعني مش هقدر أخش فيه كثير من التفاصيل، إلا أنه الحسابات العلمية لها من التطبيقات العديدة، وهي بتتلخص في الآتي: استخدام أساليب رياضية وحسابية متنوعة لعلاج عدد من المشاكل العلمية باستخدام الحاسبات. الدكتور محمد فهمي طلبة، الأستاذ بكلية الحاسبات ونقيب العلميين، حضرتك عضو في العديد من اللجان العلمية التخصصية، يا ترى نتكلم عن دور حضرتك في مثل هذه اللجان والمردود. أنا دايما بهتم بالمردود التطبيقي للجان، يعني دايما لازم الناس تحس ان اللي بيحصل في الجانب البحثي والعلمي ليس بانفصال تام عن المجتمع واهتمامه بالامور الحياتيه للانسان العادي. انا هقسم القصه دي قسمين: قسم مرتبط بدور استشاري تطبيقي في عدد من القطاعات، ويمكن الاستشاري يعني بيبقى ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية والتعليم، ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في وزارة التعليم العالي، ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية، ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي، وقد عملت مستشارا في هذا، ده دور استشاري. إنما في دور تاني أكاديمي تطبيقي. مثلا لما أجي أتكلم على لجنة القطاع كأحد هذه النماذج، لجنة القطاع مسؤولة عن تطوير كليات الحاسبات، وأعضاء فيها كل عمداء كليات الحاسبات بجمهورية مصر العربية في الجامعات الحكومية. طيب إيه النماذج التطبيقية العملية في هذا؟ أول نموذج التواصل مع الصناعة. مثال: هناك ندوات وورش عمل لاستخدام التكنولوجيا المعلومات في المجالات الطبية، وفي ندوة عملناها وحضرها عدد من رجال الصناعة المهتمين ب التطبيقات الحاسب الآلي في المستشفيات، تطبيقات الحاسب الآلي في التشخيص، تطبيقات الحاسب الآلي في بناء قواعد بيانات طبية تخدم المجالات الصحية وما إلى ذلك، وده أحد هذه المجالات. هناك بعض الندوات وورش العمل من ناحية التطبيقات هي التواصل برضو مع الصناعة. كتير من رجال الصناعة بيبقى ليهم رؤية معينة بتتطلب بحث علمي، ومن الغير ممكن ان احنا نتصور انه اي مؤسسة علمية هتتكبد تكاليف انشاء وحدة بحثية داخلها كي تساهم في حل المشاكل التكنولوجية والمشاكل العلمية في هذا المجال. فهل يمكن ان يتم التواصل بين كليات الحاسبات في قطاع الحاسبات وبين هذه المؤسسات لحل المشاكل وعلاج مثل هذه الأمور؟ وهناك مصلحة متبادلة. عندما يكون هناك التنسيق في مجال معين، لازم ندرس إيه السبب في أن يكون هناك تواصل وتواصل مستمر.
المصلحة المتبادلة هنا ان الباحثين عايزين مشاكل عملية فعلية يقوموا بأدائها، ومحتاجين تمويل مادي لهذه المشاكل. مشاهدينا مشاهدي قناة النيل التعليم العالي، كنا معا في ضيافة الأستاذ الدكتور محمد فهمي طلبة، الأستاذ بكلية الحاسبات ونقيب العلميين. تشرفنا بوجود حضرتك معنا يا دكتور. شكرا، متشكر قوي. مشاهدينا كنا معا ولوحة شرف، شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.